تسمعون الزغاريد هذه هناك في الفرقه اللي هناك في الستيج. بيش دور عبايه عمليه الرسم على يد اللوحه. اوكي ثانك يو جايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ تمام إن شاء الله. معاكم علي عاشق ورجعنا من جديد. خلونا نشوف العصفورة شو مسوي هنا قبل لا نبدأ. شوفوا هنا ما شاء الله العصفورة والعصافير شو مسوين العش هنا. إذا تشوفونه ما شاء الله عندنا هنا، ها يا سبحان الله، يلا حيهم. هذا مع مسوين العش عندنا ومع عشعشين. طيب قبل لا نبدأ بيومنا وقبل نكمل اليوم مع بعض، خلونا نسوي قهوة مع بعض كذا ونتقهوى ونعين من الله خير وبإذن الله نكمل اليوم. يلا بسم الله. يا مرحبا ويا مسهلا فيكم. الان وصلنا الى العرب فستيفال. سوونا كل كم هذا العرب فستيفال؟ كل سنة تصير، فما ادري يقولون على اساس انه في دخول وما في دخول، شارج وما شارج. يلا شوف هذا العالم طالعه واحنا تونا بندخل. طيب هذا التيكت عندنا $5. علام العرب كله هنا، هذه قسم الاكل هنا في الخيمه، هذه كلها العالم تجي تاكل تجي تشتري تجي كل شيء. الشارج دائما يدفعون على الواحد $5 اول ما تدخل وخلاص. معك التاج يا زكريا؟ انا ما حطيت التاج بايدي عشان سهوله، هاي تحطها بيدك عشان سهوله التنقل والخروج. في كثير ممكن يعرفونها، اي ايفنت لازم تحط هذا بيدك. اللي بيجي هنا قبل لا يدخل بس يتاكد من بعض الشغلات الممنوعه هنا. ممنوع التدخين، اوكي. ممنوع الجنز، طيب ممنوع الشيشه. شيشه ممنوعه، انتبهوا اللي بيجي هنا ينتبه لا يشيش. ما ادري ليه صابك شيشه. انا بعد في شيشه. شوف هذا عن الفراعنة هنا، هذا عن مصر، اللي موجود هنا كله كيل الكلتشر اللي هنا، أو القهاوي والحركات اللي هنا. وايد جمل على قولتهم، والجمل هذا اللبس الفلسطيني اللي هنا. هذا مشروع نسيج المجتمع. No you can go guys. لاني بيها بس تسوي دوار على اساس الناس كلهم مسوين في شيء. وعشان ايش؟ عشان كنا المجتمع مع بعض يصير؟ يلا. طيب هذا نحط الدويره مع بعض ويعلمونا الطريقه قال عشان. روح كمل. طيب هذه الطريقه، هذا كله عشان يشبكون المجتمع مع بعض، ما يكون متفكك. والله ما ادري كذا بخب. ما شاء الله صار فيه. تسمعون الزغاريد هذه هناك في الفرقه اللي هناك في الستيج. اللي بيروح يسمع بس خلينا نمر على اللي هنا. تعال على البوث اللي هنا. هم هذا يجيبهم يعني كذا عشان يعرضوا عليهم. وهذا you guys have something or just eating? Yeah, we have BBT. BBT what? Nothing. I just see food. We offer a very good interest rate. Okay, nice. Good checking account, good saving, mortgages. So what is that? Okay, if they want to open accounts, should they just eat meat? That's yes, it. Yes, that's what you have to do. Oh, lamb. Okay. Yeah. It's the same thing, right? It's a shank. Okay, I thought something. But nice. Okay, thank you guys. Come back and shop with us. Well, هذا كله غالي ولا إيش؟ يعني حسب. الغالي بيرخص للغالي ما هيك شو يقولوا؟ الغالي بيضله غالي. بيضله غالي بس ما بيرخص للغالي ما. طيب هذه مجوهرات ولا إيش؟ لا تقول لي هاند ميد. أنا والله ما فيني لأن ما عندي حدا. ما فيني حد. انا ما عندي حد اشتري له. ايش هسه شو؟ طيب
طيب وهذا اللي وراي هنا عن الهنجر فايترز هنجر بريفنشن. طيب هنا اللي بيسجل اسمه تقولي سجل اسمك عشان لو بغيت تصير فولنتير عندنا تساعدنا. في عندهم وش يا زكريا؟ في عندهم تسليم يعني برمضان اذا بغيت تسلم الافطار للعالم والتوزيع وبعض الامور وتجيك الاخبار اول باول. انا اللي بيتصور ها في الجرين الجرين اللي ورا هذه اي از جوين في فيديو ها اوكي عشان كذا اللي بيتصور في الكلتشر العربي وكذا هذا لابس البشت. So you know what this called what it's called no I don't why you wearing it so what's called you know what's called what the name I don't oh you should know then what is it oh you know No, you tell us. Ah, okay. قل لهم يا زكريا. هذا قول لهم. طيب هذا اسمه بيش. He's from where it came from. So, come here. I'm gonna tell you. This is named بيش. بيش. أو عباية. بيش. That one. Okay. This is بيش. Alright. بيش دور عباية. And this one. This one. This one. It's from. Shmang. 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 It's called Shmang. قاعد أعلم عليه. Shmang. Okay, just say it. Shmang, yeah. Shmang. Yeah, Shmang. طيب اوكي ثانك يو جايز طيب علمناهم على بعض المسميات العربية لللباس هذا فريش كنافة ما شاء الله شباب عم يسوي كنافة هنا هذا كله صابون كله صابون اه والله شايفين هنا والسبحة هاي صابون كمان والله اه ما شاء الله شوف السبحة هون صابون ها هلا سبعة تحطها بتمك بتروح تعلى اي الان فاهم بس للديكور بس في حز نسي ولا في الواحد يستعمله في نحطه حلوشه بعشاء ها حلوشه بتروح تزحط جوا الحمام بتزحط جوا الحمام في ايوه في كذا دبابيس ولا شيء في ليفه هذول لافندر وكذا دبابيس هذول هاي كمان صابون شغل مقالب وما مقالب هيك ما بيعرف هو حلو كذا اه كله شوف كل الليبل هنا شايفه انا عندي سؤال بس هذا رسمك طبعا العين ما شاء الله انت تؤمني بالعين لا مو بس انا بحب رسم الوش بحب العيون يعني بس ما تخافي من العين لا الايفل اي لا خلاص لا ما شاء الله يخزي العين على قولتهم والله ممتاز جدا بس انا كبوس تركته من زمان طيب انا عندي هنا جاي عندي ايمان وعندي سلسبيل عندي ايمان هنا هذا عندي ايمان وعندي هنا سلسبيل صح طيب سلسبيل ايمان الحين يبون يرسمون شيء على يدي هاي زكريا طيب هنا بهم يرسمون لي شيء على يدي ها واتس يور نيم جنى طيب وجنى هنا طيب اسمعوا طيب اوكي يو كان درو سمثينج ماي هاند طيب جنى سلسبيل عند ايمان طيب هذا قاعد ترسم لي هنا ايمان وات يو تراين تو دو ايمان ام دوينج ا بالون بالون ها هذا لا زالت هنا إيمان قاعد ترسم أنا ما أدري إيش قاعد ترسم إيمان بس إن شاء الله good result ها والله هذا المغرب What's this a balloon Draw nice. more next nice to it draw more like next to it طيب سلسبي What are you trying to do Fire A fire طيب هذه قاعد ترسم حريقة حريقة على يدي سلسبيل يلا طب كلها الآن مشاركة في عملية الرسم على يدي اللوحة خلك عاشت شكرا يا إيمان إيمان thank you so much ها طيب الآن باقي عندنا البالونات صارت كذا تمام إيه تقول لي كذا فاير باربيكيو صح شواية على يدي وشكرا سلسبيل ها هذا سمايلي فيس حق جنى وير از تفاحة ها تفاح هذا سمايلي فيس حق جنى طيب اوكي ثانك يو ثانك يو جنى طيب غادرت العرب فيستيفال هنا الايفنت الموجود وهذا الريزولت والله ما قصروا معي البنات صغار الله يعطيهم العافيه ما يكشف الرسمات يلا هذا سمايلي فيس ايش رايك اشترك بالفعاليه انت اليوم الايفنت هذه والله جميله بس ارتجينا بدري شوي بدري شوي بدري شوي صراحه كان شوي حر اول ما جينا في البدايه كان الشمس شوي حارقه وبعدين الحمد لله كذا خفت شوي لين صار بردت الدنيا وبس الان انا وصلت الى الشاتاهوتشي ريفر او الشاتاهوتشي ريفر طبعا تكلمت عنه في الفلوج هنا الفلوج هنا اضغطوا هنا شوفوا نهر الشاتاهوتشي فجاي بقابل لي شباب هنا في موضوع بسيط نبي نتكلم فيه وراح تكون جلسه ان شاء الله حبيه تعرفون المكان هذا او هذه الحركه اللي يكون معلق بين الاشجار واحد يروق كذا على النهر في الليل والله ممتازه جدا روقان
هذا كل شيء كان عندي اليوم. نشوفكم إن شاء الله في الفلوق القادم. لا تنسون لايك شير سبسكرايب. نشوفكم على خير. سلام عليكم.